رئيس الوزراء السربي ألكسندر فوسيتش يضع إكليلا من الأزهار عند النصب التذكاري للضحايا المسلمين في سربرينيتسا التي شهدت أسوأ مجزرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، عندما قتلت قوات صرب البوسنة المدعومة من بلغراد حوالي 8000 مسلم. فوزيتش الذي يسعى لتحسين علاقته مع البوسنة والهرسك لدعم ملف انضمام بلادي إلى الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5 ملايين يورو كمساعدة مالية لبلدة سربرينيتسا. ما حدث في سربرينيتسا أمر يدعو للقلق، هذا هو رأيي، لم أخجل أبدا من إعلانه على الملأ. إن انحنائي أمام ضحايا سربرينيتسا يظهر الاحترام الذي أكنه لهؤلاء الضحايا. زيارة رئيس الوزراء السربي إلى سربرينيتسا هي الأولى إلى المكان منذ تعرضه للرشق بالحجارة في تموز يوليو الماضي أثناء حضوره لمراسم إحياء الذكرى 20 لهذه المجزرة.